باش يجي نهار باش يحاسبوه معناتها كمان عندهم ديسبونسور ما هم شويه 70 اكثر من 700 راس يوم اون ليد نوتخ دوا باش نجيو نحاسبوه جاو شدوا معناتها مش يحاسبوا الرئيس السابق حاجه معناتها نجموا نقبلوها وانا معناتها ما نقبلهاش خاطر ما لازموش زاد ننساو كي شدوا الكل بعد 2017 دونك كوميتي هذا خدموا مع الرئيس السابق وسرقوا في مع الرئيس السابق ابقي الرئيس السابق سي نورمال نحكي ولا عبد السلام اليونسي يحب المسؤوليه لا نحكي الرئيس السابق اللي شد قبل قبل سي مروان حمودي الهيئه التسييريه سي مروان حمودي في الهيئه التسييريه من عبد السلام من مروان حموديه من عبد السلام يونسي وزيد معناتها يوسف العلمي انا عندي هذوم الكل اللي يتحاسبوا وقبلهم مدام وقبلهم ما نحكيوش ايضا على الفتره فتره سليم الرياحي اي معناتها جاب التيتويت الكل الاوند الباسكيت الفوت الفولي حتى الناتاسيون وما تنسوش البنات والاولاد انا معناتها مش باش ندافع عليه معناتها حاجه اللي هي سي لا رياليتي التاريخ موجود معناتها هذا كان الاكثر يحبوا يفسخوه ما نجموش يفسخوه حاجه الاولى وكيف قلت لكم هذوما الكل خدموا معاه ووقت خدموا معاه يسرقوا دونك اش قام اليوم انتم تجي تحاسبوا في الرئيس السابق اللي هو جاب الريزلتا واليوم انا ما عندناش الحق نحاسبوكم شكون السبب حسب رايك؟ جلسه نعم حسب رايك من هو المتسبب في الوضعيه الحاليه اللي وصل لها النادي الافريقي؟ هزومة العصابة هذه تعتبرهم عصابة الهيئة الحالية الموجودة؟ اي عصابة كبيرة جايين معناتها يسرقوا في النادي الافريقي ويخدموا بالنادي الافريقي وهذا الواقع ما تنسوش مجدي الخليفة وطلع في تونس مش قلتها ما سرقش مليار ونص شنو مش قاعدين يحاسبوا فيه هذا؟ في هيئة سابقة كان موجود مش في الهيئة الحالية لأنك أنت اعتبرت الهيئة الحالية هيئة يوسف العلمي واعتبرتها عصابة موجودة في النادي الإفريقي وكما قلت قلت اللي كانت قبلها كانت عصابة زادة سمح معناتها واحد جاي شد مش يسرق وهذوما كي قلت لك كانوا يسرقوا قبل واضح دونك الجمهور لازم معناتها يفيق لازم الجمهور معناتها يفيق بلا رياليتي دو هو شنو هذايا هو معناتها شنو صاير ويفهموا كلي اليوم معناتها واحد جيت تشوف كلي ما عنده واد بنوفمبر بلا شامبيونا يجي يقول لكم معناتها انا باش نستقل شبيك ما استقلتش في مواد دوت شبيك معناتها استنيت مواد دوت مش تعدي كيف ما حبيت بعد ثلاثة اشهر جيت تستقل خاطر معناتها ما عادش فما السبونسور مشي تابعين حساب به في ظل عدم وجود ترشحات لرئاسة النادي الإفريقي حسب رأيك شنو هو مستقبل النادي؟ المستقبل اليوم نتاع النادي أو الحلول معناتها ديجا الحلول الحلول ما بين الجمهور لازم يقف على الكلب نتاعه بمعنى لازم يفهم شنو صاير الحاجة الأولى لازم وزيد الحاجة الثانية ما لازمش نستناو أي حاجة من الكبارات نهار كل الناس من الكبارات اليوم شكون صاب المليار صاب المليارات شكون الجمهور صاب المليارات الجمهور صاب المليارات ما نحكيوش على رئيس السابق معناتها من 2017 انا نحكي لك نقدر نحكي من 2017 طب انت اليوم ناس ما في لي بلاتو في لي راديو معناتها لازم نلموا الكبارات والحل عند الكبارات الكبارات عاملين من 2017 باهي مدام باش نحاولوا نلخصوا مدام باش نرجع لكم باش نحاولوا نلخصوا لانه الحقيقه كلام خطير كنت قلته ويتهم ممكن حتى اشخاص في السرقه واتهمت ايضا الهيئه الحاليه بالعصابه تكون مسؤوله اكيد انت مسؤوله على كلامك مدام ضحال حداد انا سؤال مسؤوله لكني خطاك الواقع العبيد معناتها عندنا في تونس مشكله سيك نحبوا النفاق وعنا الخوف وما نحبوش نقولوا لحاجه تلك في لا رياليتي باهي سالهم وي معناتها سالهم قولوا يونسي معناتها يوسف عالمي يخرج ويتكلم سامحني مدام السلامة تجي تقول معناتها احنا مش نلم ومش نعمل مدام بالله دقيقة نحب نتفاعل معك محمد علي بن حمودة يحب يتفاعل معك مدام مدام اول حاجه سيرونتين ما نجموش نسرقوا العباد بلاش ادله هذه اول حاجه اذا عندك ادله تنجم تمشي للقضاء وتوري هذا الكل وثاني حاجه مدام
راي النادي الافريقي ماهيش ما لازمهاش الجمهور نتاعها باش يحاسب، لازم الكبارات نتاع النادي تقف يد في اليد. المشكله في النادي الافريقي اللي الكبارات نتاعها مش متفاهمين، راي جمعيه كبيره ما ينجمش الجمهور يسيرها، من الجمهور ما يفهمش اداريا، الجمهور ما يعرفش الاخطاء اللي صارت من الاخطاء. سامحني انت تدافع على سليم الرياحي، الاخطاء بدات من سليم الرياحي وانت راجل. لا 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 مانيش ندافع، اسمعني مانيش ندافع على سليم الرياحي، جدي لا فيريتي سي لا فيريتي اللي هزت صحيح عمل الباهي في النادي الافريقي، عمل برشا خايب زاد سليم الرياحي في النادي الافريقي، والعباد اللي كنت تحكي عليهم تمعشوا زاد في سليم الرياحي، فما برشا عباد تمعشت في البارك في سليم الرياحي وعملت كراهب، دخلوا بلاش كراهب وخرجوا بكراهب بكرهوه.